تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019. أعرب معاليه فيها عن تهانيه وتبريكاته بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019 والذي يأتي لاستعراض المنجزات الوطنية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومعربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إشادته الكريمة بكافة منتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة في حفظ الأمن والاستقرار لمملكة البحرين.